ولمعرفة المزيد عما يجري في حلب ينضم إلينا من هناك عبر الهاتف مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان. مساء الخير أنس. نعم، تحية لك أيات. أنس، ما المعلومات لديك أو هل لديك من معلومات عن موعد دخول المساعدات إلى أحياء حلب؟ نعم، المعلومات المتوافرة لدينا إياد كانت تقول بأنه من المفترض أن تدخل هذه المساعدات منذ أكثر من 48 ساعة تطبيقا لبنود الاتفاق الأمريكي الروسي، لكن إلى الآن وبحسب المعلومات المساعدات لم تخرج من الأراضي التركية، ومن المفترض أنها كانت تخرج من الأراضي التركية باتجاه الأراضي السورية وصولا إلى محور الكاستيلو أو منطقة الكاستيلو، ومن ثم إلى الأحياء الواقعة شرق المدينة والأحياء الواقعة غرب المدينة. ما حدث هو بطبيعة الحال هو بقاء هذه القوافل، وهذا ما أكده مبعوث الأمم قبل يومين من الآن حول بقاء هذه المساعدات داخل الأراضي التركية. مع العلم أيضا بهذا الخصوص كان موظف لدى الأمم المتحدة يوم أمس تحدث عن خروج هذه القوافل، لكن على الأرض وتحديدا في نقطة الكاستيلو المعلومات المتوافرة للإخبارية السورية حتى الآن لم تصل أي من المساعدات إلى هذه النقطة التي بطبيعة الحال تدور كافة الأحداث اليوم حول محور الكاستيلو، لا سيما مع تسارع الأحداث باعتبار أن هذه النقطة هي النقطة التي تم من خلالها تسليم نقطة للهلال الأحمر من قبل الجيش العربي السوري، ومن ثم سحب الآليات الثقيلة من بعض النقاط لتكون ممر أو معبر أو ممر إن صح التعبير لإرسال هذه المساعدات. بالنسبة لتقاطع أيضا المعلومات بما يخص الكاستيلو اليوم سواء بما تحدثت عنه وزارة الدفاع الروسية، ونحن ننتظر التأكيدات الرسمية من قبل الجهات الرسمية السورية بما يخص إعادة نشر قوات الجيش العربي السوري في هذه النقاط الواقعة في الكاستيلو والتي تعرضت لهجوم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. طيب أنس، ما المعلومات لديك عن الخروقات اليوم وأين وقعت؟ الخروقات منذ الصباح هذا اليوم أي منذ 7:15 استهدفت المجموعات الإرهابية المسلحة مطرانية السوريان الكاثوليك الواقعة في منطقة العزيزية، ورصدنا عبر عدسة الإخبارية السورية الحجم الكبير من الخراب والدمار الذي حل بباحة المطرانية إضافة إلى الطوابق العلوية والسطح، وتعرضت لخراب ودمار كبيرين. هي المرة 7 التي تستهدف هذه المطرانية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بالقذائف. عند ظهر هذا اليوم بالتزامن مع إقامة صلاة الجمعة استهدفت أيضا المجموعات الإرهابية المسلحة منطقة جمعية الزهراء تحديدا جامع حمزة، وأدت هذه الاستهدافات أيضا بالقذائف إلى أضرار مادية كبيرة وإصابة أيضا خادم الجامع. مساء هذا اليوم أيضا استهدفت المجموعات الإرهابية المسلحة منطقة الحمدانية التي تضم 7 تجمعات سكانية بعدد من القذائف، وأدت أيضا لوقوع إصابات في صفوف المدنيين. هذا يؤدي إلى استمرار الخروقات للمجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه أحياء المدينة التي يعرفها تماما الجميع بأنها أحياء ذات كثافة سكانية. طيب أشكرك كل الشكر أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية على كل هذه المعلومات، شكرا لك.